الحاجيات من الماء لبعض المنتوجات، هذا كل في جرين مع انيس بالريانه معنا بالتليفون ديريكتومون. سي انيس صباح النور. اهلا وسهلا، صباح الخيرات انيس. اليوم باش نحكيو على الحاجيات من الماء لبعض المنتوجات كما كنت حكيت وكما حاطين في التيتخ. صحيح، هو ديما احنا نحكيو على لومبرانتو وبصمه المياه، نعرفوا ديما نقولوا يلزمنا نقصوا من الضياع والهدر نتاع المنتوجات الفلاحيه والاغذيه، دونك لي بيرت والغاسبياج، باش نحافظوا على الموارد الطبيعيه وعلى الطاقه وعلى الماء. اليوم حبيت نعطي نزيدوا نذكروا، احنا عطيناهم قبل الارقام وهذوما مصادر علميه، خدم عليهم برشا عباد برشا معناها باحثين، وهذوما بعض الارقام معناها يعطيونا كل كيلو من منتوج قداش يلزموا ماء. اقل في المنتوجات باش نعطيهم اليوم، اقل حاجه هي التفاح. التفاح يلزموا 700 ايتر ماء باش ننتجوا كيلو تفاح. بالنسبه للبطاطا تسعى يلزمنا 900 ايتر. الحبوب اكثر شويه 1300 ايتر باش ننتجوا كيلو نتاع حبوب. العظم 3300 ايتر، شوف الارقام قاعده ترفع بالكدا. الدجاج يلزمنا 3900 ايتر، وجبن 5000 ايتر باش نعملوا كيلو جبن، اي معناها 5000 ايتر ماء يلزمنا. ونكملوا باللحم البقري اللي هو من اكثر المنتوجات يقول لك اللي تستهلك ماء، يلزمنا 15500 ايتر باش ننتجوا كيلو من اللحم نتاع الابقار. كيلو جرام، كيلو جرام بركه معناها، لازم كيلو جرام بركه. تشوف قداش يطلبوا ماء، معناها منتوجات يلزمها برشا ماء. نعرفوا احنا في الفلاحه فما النظام البعلي فما النظام السقوي، فما منتوجات معناها تعتمد معناها بنسبه 100% نخليوها على الامطار فقط، وبالنسبه لمنتوجات اخرى تكون سقويه، وفما ساعات بعلي يعاونوها بشويه ماء. اما راهو معناها برشا منتجات يلزمها برشا ماء، وبرشا ماء في التنظيف نتاعها كما غلال وكما حتى الابقار، يقول لك كي نذبحوها معناها الابقار يلزم برشا ماء باش نحصلوا على كل اللحم هذاك يكون معقول مريقل. معناها برشا اشياء قاعده فيها سلوكنا اليومي، وهذاك الوقت على ساعه نذكروا على خاطر نشاركوا في برشا ماء، ويلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الماء، وهذا تنزيد نركز عليه بعد شوي. وما نجموش ان فماش هكا طرق نحاولوا نقصوا منهم شويه من استهلاك المياه في انتاج بعض المنتوجات هذوما؟ فما قاعدين، فما توا في الباحثين ديما يخدموا، فما معناها نقصوا برشا ديجا هما قاعدين يزيدوا ينقصوا. تلقى دي فاريتي نتاع حبوب معناها كانت فما دي فاريتي قبل حتى 600 ملم و500 ملم، فما توا دي فاريتي اللي يمشيوا حتى اقل 250 و100، فما حتى في مناطق 150 ملم فقط من الامتار. دونك فما برشا مجهودات، اما ديما يطلبوا ماء، وهذا كان ماشي لازمنا نحافظ عليه. ومش عندنا خاطر فكره في تونس زاد عند بعض الفلاحه يقول لك في بالهم كي يعطي برشا ماء باش يجي اكثر انتاج، هو ساعات كي تعطي برشا ماء ضر النبته، هذاك الواش ما نعطيوك للنبته كان اللي تستحقه من المياه. شكرا لك شكرا لك انيس. هذه كانت جرين وديريكت مش عاديه معاك الاجري ويكاند. Green.